برشا مرات بالعرايس، واللي عرض مسرحية الريح من تأليف الزيتوني بوسرحان، هو إخراج الفنان طراري محمد. العرض الثاني كان لنادي دار الشباب اللوزة، تابع للمديرية الإقليمية الفحص أنظر. المسرحية كانت تحمل عنوان الفتاة العصرية من تأليف رجاء الدويل والإخراج جمال. العرض الثالث كان لنادي أصدقاء المسرح دار الشباب بارتز، تابع للمديرية الإقليمية الشاور. المسرحية كانت تحمل عنوان العرف المدرسي، تأليف محمد بلوق، إخراج محمد بلوق الماجد. العرض الرابع كان لنادي الرقص للفن المسرحي دار شباب مرتي، تابع المديرية الإقليمية مرتي الفنيدة. المسرحية كانت تحمل عنوان السراب، تأليف وإخراج الشابة المبدعة سكينة سكني. العرض الخامس كان لنادي أوراس للمسرح الأمازيغي، العنوان المسرحية كان يحمل عنوان بلوكر، تأليف إلياس الحنوني، إخراج سليمان أكلاطي. العرض السادس كان لنادي بارتاج من جمع دار الشباب حسنونه، تبع المديرية الإقليمية طنجة أصيلة. المسرحية كانت تحمل عنوان سيسي، تأليف إلياس بن ناصر، إخراج محمد أمين داوود. العرض الأخير والسابع كان لنادي الحياة الخضراء لدار شباب الخليجي، تبع المديرية الإقليمية للعرائش. بعيد المسرحية كانت تحمل عنوان الدوائر، تأليف وإخراج محسن قرور. كان أيضا غادي يقدم عرض النادي من دار الشباب ديال تطوان، ولكن لإكراهات حالة دون تقديم هذا العرض. شكرا. بالنسبة للظروف الإنتاجية ديال السينما كيفلم، كلمت عبر إمكانية بسيطة بصراحة الإخوان تجمعوا وعطيتنا وبالمساعدة بعض الإخوان، وبالنسبة للخروج هما صعوبات، ولكن حنا دائما كان ضروري سنتجو، إلا بقينا كنقولوا كاين الصعوبات، ما عندناش الكاميرا، ما عندناش السلايدر، ما عندناش هذا، ما عندناش هذا، ما غنتجو حتى شي حاجة. لهذا اتفقنا وعطيتنا وعملنا واحد من هذه الفكرة هذه، والمستقبل إن شاء الله يكون أحسن وأفضل إن شاء الله. المغرب أعضاء النادي، أو بالأحرى غادي نعيط للسيد المدير الإقليمي لقطاع الشباب والرياضة يسلم شواهد الأعضاء. والإخوان المرتدين اللي دوزوا
معي واحد المهنه في التدريب، وكنشكر المخرج ديالنا سليمان اللي قدم لي التصفيقات. حضرتك